هؤلاء المغرضون، هؤلاء الحاقدون على ابن تيمية يتكلمون أنه تكفيري. هؤلاء المغرضون إذا أرادوا أن يسيئوا لابن تيمية يقولون دخل السجن، ولو دخل السجن هل السجن عيب؟ تكفير ابن تيمية يعني مليء في كتبه، ينقل كلام المنسوب لابن خزيمة: من لم يقر بأن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة نعم وأهل الذمة. ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 22 صفحة 226 يكفر من جهر بلفظ النية، يقول: يستتاب، فإن أصر على ذلك قتل. من ظن أن التكبير من القرآن فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، في الفتاوى المصرية يقول: من اعتقد أنه على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذه قضية سنوية لا يمكن لعاقل أو لمتزن أو لشخصية طبيعية أن تكفر عليها. في مختصر الفتاوى المصرية: ومن قال إن من سلم في الرباعية من ركعتين ساهيا استوجب غضب الله، وأقل ما يجب عليه أن ينزل عليه من النار السماء تحرقه، يستتاب من ذلك القول، فإن تاب وإلا قتل. يعني يأتي بأقوال أصلا لا يكفر قائلها في كل حال. من علمني حرفا كنت له عبدا، هذا مثل شائع، ما قضية خطيرة، يقتل عند ابن تيمية من اعتقد ذلك. يعني كيف يقول من تكفيري؟ يعني الشيخ قال انه السجن ما في شيء، نحن لا نقول انه السجن عيب، لكن نحن نقول بان ابن تيميه دخل السجن بفتوى من قضاه المذاهب الاربعه السنيه. نعم. فاذا القضيه خلاف ابن تيميه مع اهل السنه والجماعه.